أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. أهلا وسهلا. يلا عمر. يا مرحبا. أمورك طيبة؟ الحمد لله. الحين بقول للمشايخ قبل ما يعطون ملاحظات، وش السؤال اللي سألتني عنه؟ حرف الراء. ارتضى. أيوة. هو المسابق حقيقة جاء وقال لي بسألك إلا لمن ارتضى، الراء مرققة ولا مفخمة؟ ويقول شيخه قال مرققة، ثم سمع مقطع لأحد قراء المشايخ الكبار سمعه مفخم، فلما قال لي أنا بسرعة قلت له مرقق ورحت. أنت قرأته زي ما قلت لك؟ أيوه مرقق. أيوه شوف عاد الحين مشايخ الله يستر. شوف شيخ صابر، آسف، هذه الدرجة تخصم من عبد الله، غفر الله لك يا عبد الله، لم يختارك اليوم يا عبد الله. خطأ؟ أي نعم خطأ. شفت؟ وطبعا الراء تسكن إذا كانت ساكنة ينظر لما قبلها، هنا ما قبلها كسرة لكن ليست أصلية، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، لكن مثلا مرية ترقق، لكن هنا إلا لماني نونها هنا ليست أصلية. يعني هو جاني قال ارتضى، أول ما جاني قال ارتضى. أيضا إذا كان قبلها همزة وصل لا ترقق، يعني مثلا ارجعي إلى ربك، ارجعي وليست ارجعي، قبلها كسرة. العجيب أنه الشيخ صابر، أنت سمعت المقطع من مين؟ الشيخ المنشاوي. الشيخ المنشاوي تسألني أنا، يقول سمعت المنشاوي يقول مفخم. أي هذا نعم. غلطك أنت. نعم 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 هي مفخمة. نعم هو ما دام سمع المنشاوي فهي مفخمة. يا سلام. وأعتقد الشيخ لما قال لك غير مرقق، يمكن سمعت كلمة، ما سمعت كلمة غير. ما إيش؟ يمكن ما سمع كلمة غير مرقق يا رب. يمكن سمع كلمة مرققة فقط وترك كلمة غير مرققة. عمر قراءتك ما شاء الله جميلة. أنت صار لك كم سنة تقرأ يعني في تدرس في الحلقات؟ لا يعني ليش 3 شهور بدايات. والله بدايات جميلة. أنا طبعا سمعتك في التقرير ورصدت ملحوظات في التقرير، نفس الملحوظات هنا، لكن أعجبني فيك يعني أنك تقرأ بروح وبحب وتغني، فجزاك الله خير. طبعا الحاءات والعيون، الحاء والعين كلهم مخرج واحد، أنت تقرب الحاء من الخاء. الرحمن رخ، واضح قريب، حتى الشيخ يوسف قال رخمة، فقربت من الخاء، والعين قربت من الغين. يشفعون إلا عن، واضح، فتحتاج أنك تبعد الحاء عن الخاء، كلهم من وسط الحلق، الخاء قريبة شوي من أدنى الحلق. وإلى لمن ارتضى، النون كذلك
فيها يعني رنة في المخرج إذن إذن يعملون سامي يعملون هكذا بدون برخاوة، أما يعملون واحد إذنكم إذن إذن ملاحظ إن في شيء في صدمة خفيفة كذا. لكن أنا معجب حقيقة بحرصك وحبك، وحتى ما ذكرته في التقرير انتظروني والله هذا جميل إنك يعني مقبل على القرآن بحب. نسأل الله أن يبارك فيك يا عمر. الله يجزاك خير. يا سلام. تمام، نشوف الشيخ يوسف. ما شاء الله عليك يا ما شاء الله عليك يا عمر، هذه بداية قوية جدا يعني، كنت تدخل مسابقة مالك لها 3 شهور الحلقات يعني، حتى أنا التفت للشيخ وفي التقرير قلت له هذا واضح إنه جديد على الترتيل والنغم هذا، لكن ما شاء الله قراءتك جيدة كمبتدئ يعني كإنسان توك بادي داخل في المجال. وقال اتخذ الرحمن ولدا، الشيخ نبه عليها، وقل وجعلنا من الماء، وجعلنا وجعلنا وليست وجعلنا وجعلنا وجعلنا، لازم تفك اللام أو تظهر اللام على النون. أيضا لاحظت في قراءتك، وهذه طبيعية جدا، الواحد يبغى يرتل وهو أصلا عنده مرحلة تجويد ميب جيدة يرتل، لكن تحصلها كل حروفه خارجة هوا هوا، تحصل في قراءتك تدفع الهوا، لذلك الشيخ ملاحظة الشيخ عليك وضحت من خلال إجماليها تكون في دفع الهواء، يعني كل الحروف عندك دافعة برا، لا في بعض الحروف تحتاج مثل القلقلة والأشياء هذه ما تحتاج للدفع الهواء القوي هذا، لكن بالجملة ما شاء الله كبداية أنا أعتبرك مميز حقيقة. بارك الله فيك يا عمر. شيخ أحمد هنيئا لك يا عمر، ما شاء الله عليك، خامة صوتك فخمة ودافئة، وجميل أن تكون بدايتك من خلال هذا البرنامج المبارك وهذه القناة المباركة والجمعية المباركة، يعني ثق تماما أنها ستعطيك دفعة للأمام وثقة أكثر، بالإضافة إلى الثقة التي موجودة عندك. انتبه لمخارج بعض الحروف مثل ما نبه المشايخ، وأن تكون القراءة تصويرية وتعبيرية أكثر لتضفي على قراءتك أكثر جمالا إن شاء الله. توصيل عدسة المقدمين برامج على أحكام التجويد صح؟ لا لا. أقول توصوه كمان لا يسأل مقدمين برامج الأحكام التجويد. لا فيك لا عبد الله. أو أنه إذا يكتفي. أنا أسألك يا عبد الله. أو أنه يكتفي خلاص بما سمعه من الشيخ المنشاوي، يعني إمام في الإقراء الشيخ محمد صديق عليه رحمة الله. أمورك تمام يا عمر؟ الحمد لله. سمعنا ملاحظات؟ سمعنا. خزناها؟ نشوف وقت الاختيار. يلا كل التوفيق لك يا عمر، أنا معاك والله مع كل المتسابقين، ما ودي أحد منكم أبداً يغادر، ودي الكل هنا موجود ويتم اختياره. الستة المتسابقين اللي يكونون في حلقة واحدة ودي أنهم كلهم يتأهلون معنا، لكن هذه طريقة المسابقة. عندنا فرصة الحين بعد قراءتك وفرصة في نهاية الحلقة. أنت تابعت الحلقات السابقة صح؟ لا أفا كده تزعلنا. خلينا أستر رمضان والله ما في وقت. بس اتوقع الحلقة هذه حتتابعها لأنك انت طلعت فيها صح؟ حتشوفها في اليوتيوب إن شاء الله. عمر كل الشكر لك، ما أعطونا إضاءة المشايخ، لكن نشوفك في إن شاء الله في نهاية الحلقة قد تكون فرصة معك. يعطيك العافية يا عمر، شكرا جزيلا لك يا عمر. طيب يعطيكم العافية مشايخ.